السلام عليكم، كيف حالكم أحبائي الطلاب؟ اليوم في مادة الرياضيات كتاب الطالب مراجعة درس الطرح الذهني. هنا بعد الأداة حرف مشدد، لام شمسية، تكتب ولا تطبق. الآن يا أول الطرح الذهني، نطرح الآحاد مع الآحاد، العشرات مع العشرات. ميزنا الآحاد وضعنا تحتها خط، والعشرات وضعنا تحتها خطين. كما تعلمون نحكي من 0 إلى 9 رقم، هذه منزلة الآحاد. من 10 إلى 99 عدد، يعني عدد بتكون من منزلتين آحاد عشرات. الآن رح نطرح إحنا الآحاد مع الآحاد، العشرات مع العشرات. دائما الآحاد إيدك اللي بتكتب فيها إيد اليمين، واضح يا أول؟ ميزنا الآحاد بوضع خط. الآن انظر المسائل الموجودة أمامنا أعزائي الطلاب. 24 ناقص 4، أول خطوة بنعملها يا أول بنعين على الآحاد بهذا الشكل. بنبلش بنحل أول بأول، أول بنعين على الآحاد، بنخلص من منزلة الآحاد، ننتقل إلى منزلة العشرات حتى ما تفرق. مسألة مسألة، يلا يا أول. 4 ناقص 4 مع 4 تفاحات، أكلت الـ4 تفاحات، ما هو الناتج؟ 0. إذا 4 ناقص 4 الناتج 0، أي عدد بطرحه مع نفسه بعطيني الناتج 0، واضح يا أول؟ مثلا 5 ناقص 5 0، 6 ناقص 6 0، 7 ناقص 7 0، واضح؟ الآن عينا الآحاد، طلع عندي الناتج 0، الآن بدي أنتقل للعشرات، بعين خطين تحت العشرات، في عندي هون عشرات؟ ما في، إذا بحكي لها تفضلي بجانب الصفر، أصبح لدي عدد بتكون من منزلتين آحاد عشرات. إذا 24 ناقص 4 الناتج 20. الآن مسألة أخرى أحبائي الطلبة. أول خطوة بعين على الآحاد، يلا بحل المسألة الأولى. 9 ناقص 5 ما هو الناتج؟ بكمل على العدد يا أول، يلا يا أول. 5 6 7 8 9، كم خط يوجد لدي؟ 1 2 3 4، في منزلة الآحاد بضع 4، العشرات بضع تحتها خطين، في عندي هون عشرات أطرحها منها؟ ما في، بحكي لها تفضلي بجانب الآحاد، أصبح العدد 44، واضح يا أول؟ الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. الآن بعين الآحاد مع الآحاد، يلا أول. 2 ناقص 0 ما هو الناتج؟ أحسنتم، 2. طيب 3 ناقص 0 3، 5 ناقص 0 5، 6 ناقص 0 6. طيب الآن إحنا عيننا الآحاد، عيننا الآحاد وطلعنا الناتج، بس أخلص أنا بالآحاد وين بدي أروح؟ العشرات، يلا يا أول. بعين على العشرات، بضع خطين تحت العشرات، 7 ناقص 2 الآن بكمل على العدد، يلا 2 3 4 5 6 7، كم خط يوجد لدي؟ 1 2 3 4 5، ما هو الناتج؟ 52، واضح؟ الآن بنتقل إلى المسألة اللي أمامنا. أول خطوة أول بنعين الآحاد، يلا. الآن 8 ناقص 6، يلا بكمل على العدد، 6 7 8، كم خط يوجد لدي؟ 2. الآن بنتقل إلى العشرات، بعين على العشرات، بضع تحتيها خطين، 9، في عندي هون إيش من العشرات أطرحها معها؟ ما في، بحكيها تفضل، واضح؟ أصبح العدد 92، 92. بنتقل الآن إلى المسألة الثانية. أول خطوة بعين الآحاد، 7 ناقص 0 ما هو الناتج؟ أحسنتم، 7. الآن بنتقل إلى العشرات، بضع خطين تحت العشرة وبطرح 5 ناقص 3، هي 5 أول، نقصنا 3، 1 2 3، كم بقي لدي؟ 2، أحسنتم. طريقة أخرى بكمل على العدد، 3 4 5، واضح؟ أصبح العدد 27. دائما أول بقرأ للآحاد بعدين العشرات، واضح؟ آخر مسألة بعين على
يلي أول دائما بحل أول بأول حتى أنا ما أقرر. سبعة ناقص صفر ما هو الناتج؟ سبعة. طيب ستة ناقص خمسة يلي أول إيش العدد اللي بيجي؟ ستة راح فينا أنا خمسة ما هو الناتج؟ واحد. أحسنتم. خمسة ستة واحد. إذا أصبح العدد سبعة عشر. إذا الطرح الذهني يا أخوان، إذا كان عندي مسألة تتكون من آحاد وعشرات ببلش أطرح الآحاد من الآحاد، العشرات من العشرات. إذا كانت عندي مسألة تتكون من آحاد آحاد وعشرة واحدة، ما عندي هون عشرات، بنقولها يا أخوان، واضح؟ بنقولها بجانب الآحاد حتى ما تزعل. واضح يا أول؟ الدرس ممتع جدا وسهل جدا، مطلوب منك فقط تحل المسائل اللي أنا أعطيتك إياها في السبورة، واضح يا أول؟ بدي ترسل لي فيديو كيفية الحل، ما بدي تحل لي إياها على ورقة، لا، بدي تشرح لي كيف أنت طلع عندك الناتج مثلا 20، شو عملت؟ عينت الآحاد، ماشي، عينا الآحاد، حطيت ناتج تبع الآحاد، العشرات ما عندي إيش أطرحها؟ فنقولها بصير عندي عدد، العدد بتكون من منزلتين، أحد عشرة، بتحدي لي مسألة على هذا الشكل، على مسألة على هذا الشيء ومسألة على الأحد والعشرات بهذا الشكل، واضح يا أول؟ يعطيكم العافية.